كنا بنتكلم في التشكيل، تشكيل ماتش الأهلي وأسوان، وانت عندك اعتراض على التغييرات، وان التغييرات ديت هي اللي حولت اداء او رجعت اداء النادي الأهلي. يعني انت الشوط الاول للأهلي كان عاجبك جدا. طيب ما اللي حط تشكيل ده بقى هو موسيماني ماشي اللي انت بتنتقده في التغييرات، حاطط التشكيل اللعيبه بتنزل في البدايه بتكسر الدنيا، هو يحط بصمته يقوم جاي شادد. طب استنى النهارده طلع عفشه طلع محمد شريف وقام جاي مطلع كهربا، مين اللي نزل؟ محمود متولي وسعد سمير. يعني المفروض مثلا سعد سمير خرج، قصدي ايمن اشرف خرج، يبقى سعد سمير هو المكان. هو طلع محمد شريف ونزل اجاي. ده هو كان في الاول منزل طلع كهربا، طلع كهربا، لا طلع كهربا ونزل بوالي. ماشي ما انا بقول لحضرتك اهو، اول حاجه نزل بوالي وطلع كهربا ماشي، ثم اجاي وبدل من محمد شريف مع اجاي، وعندك ما وبعدين محمود وحيد مكان ايمن عاشور لا سعد سمير ايوه علي معلول لا علي معلول محمود وحيد وبعد ايوه ما انا بقول لحضرتك محمود وحيد لا محمود متولي لا محمود متولي بدل من كان ينزل مكان ياسر بدل انما من هم لعبوا ثلاثه في ورا واثنين ديفندرات فاصبح نص الملعب فضي، فعشان كده اسوان راحت، عشان كده اسوان كانت تتعادل. زي بقول لك في ماتش البنك الاهلي قام جاي شادد اجايه وقام جاي منزل ديانج، بقوا ثلاثه شبه بعض في نص الملعب. الدنيا اختلفت، الناحيه الثانيه قام خالد جلال مغير منزل بامبو ومنزل الراجل التونسي وقام جاي منزل باسيوني، عملوا حركه نقلوا فرقتهم من نص ملعبهم لل 18 بتاع النادي الاهلي لغايه ما تعادلوا. دلوقتي لما يجي دلوقتي يغير موسيماني جماهير الاهلي بتحط ايدها على قلبها. اما يجي دلوقتي الراجل اللي هو اللي على الخط اللي هو الحكم الرابع يجي يرفع الوقت الضيق جماهير الاهلي بتطق. دي مش شخصيه النادي الاهلي. انت ماشي كويس بتلعب ليه في التشكيل؟ انت بتطلع محمد شريف الكلام اللي احنا بنقوله. ايوه جاهز حاله بدنيه، جاهز هو اضرب لعيبته كابتن رضا. طب يعني ثلاث ماتشات وماتش بيراميدز نفس الكلام، لما يجي يغير الدنيا تتقلب عليه؟ يبقى في حاجه غلط. طب ليه ما تقولش اللعيبه ما تنفس لعيبه ايه؟ وانا دلوقتي لما احط ثلاثه شبه بعض في نص الملعب، ثلاثه محد يعني انت مثلا ما بيبقى قفشه موجود بيلعب الفرقه. بيبقى هو قفشه مين بديله في الاهلي يا كابتن؟ وليد سليمان حاليا انا بتكلم على الفرقه او اجاي. طيب الراجل او محمد أجي. محمود حلو لما ماشي. وليد مصاب ما بيطلعش قفشه ماشي، ما قفشه ما بيطلعش، هو طلعه النهارده. طلعه النهارده ليه؟ هيريحه. بديله مين؟ بالراحه بس. ايه انا هادي يا ابني ماشي وقت حبيت ال بص قفشه ما يطلعش ولا محمد شريف دولت ما يطلعوش من الملعب. هيفرض بيريحهم الراجل. يريح ايه؟ واحد بينافس على هداف الدوري عشان ما يتصابوش، عشان الضغط بتاع الماتشات، علشان ما ده اللي بيحصل بقى، يوم جاي الاداء نازل والفرقه ما بتعرفش. يبقى الراجل مش مشكلته بقى، الراجل بيحافظ على لعيبته الاساسيه. يابا ده انت بتلعب في النادي الاهلي، يعني اي حد هيلعب في الحته دي هيلعب ويجيد، ما فيش حاجه اسمها بديل فلان ومش بديل فلان. طب ثواني بس، انت مش حضرتك بتقول لي اجاي بديله قفشه؟ او قفشه بديله اجاي، يعني دول اللي ممكن يلعب ماشي. فيها حلو قوي. محمد شريف ما يطلعش من الملعب. يعني ايه ما يطلعش من الملعب؟ ايوه هداف الدوري لازم. كابتن الكلام ده كان زمان يا حبيبي. لا طب ما هو انت كنت بتلعبه رضا عبد العال ما يطلعش من الملعب يا حبيبي. دلوقتي الدنيا لا اختلفت. يا حبيبي اسمع بس، ما هو الماتش اللي فات بقى في تدوير. هتخليني اتكلم اتفضل يا كابتن. خلاص انا مش هتكلم. بص يا عم اسلام اتفضل يا كابتن. الماتش اللي فات لاعب مروان محسن حلو وقام جاي منزل بواليا الاول محمد شريف وبعد كده قام جاي منزل بواليا ماشي، يبقى ثلاثه ايه؟ فراوده. طيب لما بيكون محمد شريف في الملعب يقوم جاي مطلع محمد شريف ومنزل مثلا بواليا او مروان محسن، اشمعنى ما غيرش مروان في الماتش اللي فات؟ قبل طبعا ما الدنيا تتقلب وقبل ما كل ماتش وله ظروفه. لا طبعا ده كان برضه كسبان والدنيا زي الفل والكلام، هو كان محمد شريف مقعده. فمفروض طالما محمد نازل يبقى ينزل مكان مروان.
اشمعنى بقى محمد شريف اللي بيغلط؟ عشان لما انا بقول الكلام ده للناس ان هو مش مقتنع بمحمد شريف هتقول لي مش عارف ايه، مش هو جايب له الاهداف دي كلها؟ انت خليتني مش عارف اسال يعني ايه مش مقتنع بمحمد شريف. بكره ثواني بس، امال بيلعبوا ليه؟ بيلعبوا ليه؟ عشان ان هو السكورر بتاع الفرقه، يبقى غصب عنه. يعني انت يا كابتن رضا، يعني لو عدى ربع ساعه من الشوط الثاني مهاجم هو الهداف بتاع الفرقه هتبقى مش مقتنع بيه؟ يا عم انا بكلمك عليه هو مش عليا انا، ماشي. انا بكلم هو، بص لو عدى ربع ساعه على اي مدرب يا كابتن رضا في ماتش المحله اللي زي ماتش الانتاج كده وانت خسران، قام جاي شد محمد شريف، مع ان محمد وهو نزل ساعتها بواليا ونزل مروان محسن، طب ما تسيب برضو اقرب واحد يجيب لك جول، لان هو الهداف وهو اللي راكب ساعتها وهو اللي كان اعلى تهديفيا فيهم هو محمد، قام جاي شده. هو بعد ربع ساعه تلت ساعه في الشوط الثاني لو محمد شريف ما هدفش بيغيره، خد بالك ولاحظ الحته دي. بيتلكك له يعني؟ انا حاسس كده معنى كلامك. لا هو مش مقتنع بيه زي ما كان مش مقتنع بديانج، بس ديانج عشان الفتره الاخيره ماشي كويس قوي فرض نفسه، بدليل ان هو برضو كم ماتش اللي فاتوا دول في كان بيقعدوا احتياطي بعد ماتش بيراميدز، كان بيلعب ساعه القصه اللي هو لما اتكلموا قال لك مش هنلعب بثلاثه ديفندرات تاني، مين اللي قعد فيهم؟ ديانج. فهو برضو يعني هو بيحب السولية وبيحب حمدي فتحي اكتر من ديانج. طب ليه ما تقولش ان هم دول بينفذوا تعليماته اكتر؟ يا راجل هو ديانج يقعد؟ لا هو ديانج ما يقعدش. طيب خلاص لما انت تقعده بقى، لما انت تقعده ايه اللي بيجي لك وايه اللي بيوحي لك؟ متطلبات الماتش من وجهة نظر المدير الفني. لا 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 ايه اللي لا؟ ايوه لا بص انت بتلعب فرق الكوره، بتلعب فرقه ضريبه، بتلعب فرقه مش عارف ايه، ديانج ده ما يخرجش من الملعب، تحطه وتفكر مين اللي يلعب جنبه، تحطه رقم واحد في الديفندرات وبعد كده تفكر مين. متفق معاك، ما اقدرش اختلف على ديانج ده خالص. لما هو بقى بيقوم جاي يعني ايه اللي بيعمله حمدي فتحي زياده عن ديانج؟ ده ديانج الماتش اللي فات الجون الثالث اللي جه قاطعها على ال 18 بتاع النادي الاهلي، وقام جاي عامل سبرنت بالكوره، وقام جاي عاملها لعلي معلول كده في الحته الفاضيه، علي وقف وقام جاي عامل الكروس. سمير كمونه من